السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. موضوع حلقتنا النهاردة ازاي تجمعوا 60 بيضة في اليوم، يعني لو انت حضرتك عندك 60 انثى او 60 نتاية في اليوم، تجمع منهم 60 بيضة في اليوم، يعني كلهم يبيضوا، محدش يفوت منهم ولا بيضة. طبعا في خطوات مهمة لازم الواحد يعملها علشان بإذن الله تاخد نتيجة بعد كده مرضية والسمان عندك كله يبيض. زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي سمان بيبيض بيضة بصفرين وبتلاتة، زي ما انتوا شايفين كده. انت عندكم البيضة دي ممكن يكون بثلاث صفرات، شايفين دي بيضة سمان يا جماعة. انا عندي بقالهم حوالي اسبوع بيبيضوا، البيض كبير كده بالمنظر ده. طبعا البيض الكبير ده يا جماعة لا يصلح للتفقيس خالص، لان زي ما قلت لكم دي بيضة بتبقى بصفرين. عندي القطيع امهات بيبيض البيض بتاعه بيض بصفرين، فما يصلحش خالص ان هو يتفقس نهائي. يعني بتنتظروا لما البيض عندكم يبقى طبيعي خالص بحجمه الطبيعي، وبعد كده نبدأ ان شاء الله نجمع منه بيض ونبدأ نفقس منه. طيب الناس اللي بتسألني على ان هي عايزة تجيب سمان عمر 15 يوم، ايه الخطوات اللي هي تتعملها او تتبعها علشان بإذن الله السمان عندها يبقى بصحة جيدة وقطيع الأمهات كله يبيض. زي ما انتوا شايفين كده السمان عمالة تتفرج علينا وعمالة تشوف ده ايه ده. بيبقى شكلهم بصراحة بيعملوا حكاية جميلة كده وتبقى ملفتة للنظر يعني. طيب لو حضرتك هتشتري السمان او حضرتك هتجيب سمان عمر 15 يوم بغرض ان انت تربيه علشان تاخد منه بيض بعد كده، سواء للمائدة او للتفقيس، فحضرتك بتتبع شوية خطوات كده مهمة جدا لازم تعملها علشان تاخد بإذن الله نتيجة تكون خالية من الأمراض، تكون بصحة جيدة، تديك بيضة كويسة بعد كده وتديك انتاج وفير من البيض ان شاء الله. اول حاجة يا جماعة، طبعا احنا بنستقبل البيض لما بيجي من بره. طبعا انا بنصح الناس بتربية السمان الابيض البيور يا جماعة. طبعا السمان الابيض البيور متوفر عند ناس كتير جدا، منافس بيع السمان متوفر عندهم السمان الابيض البيور. انا بنصح الناس بتربيته عن السمان الياباني، مشاكله كتير ومش بيكبر ومش بيديك الحجم المطلوب سواء في البيض او في اللحم، وكمان السمان الياباني مشاكله كتيرة يعني بصراحة، يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فان شاء الله لما هتجيبوا السمان، طبعا انا بنصح الناس اللي هي بتربي اول مرة للسمان تجيب السمان بتاعك عمره 15 يوم، لان انت لو جبتيه اصغر من كده هيموت منك ومش هتعرفوا تربوه. عايز يعني ايه ان انت تكون متودك بمعنى الكلمة بالعرب الفصيح كده، يعني مش بالعرب بالبلدي، متودكة في تربية السمان علشان تقدري ان انت السمان تجيبيه عمره يوم وتقدري ان انت تربيه. لكن انا بنصح ان انت تجيبيه عمره 15 يوم علشان ما يموتش منك وتاخدي منه النتيجة بتاعتك وما يزعلكيش اللي انت عايزاه ومحتاجاه بإذن الله. فبتستقبلي السمان اللي بتجيبيه من بره، طبعا لو عندك اي حوان بتفصليه عنه خالص لحد مثلا مدة اسبوع 10 ايام، وبعد كده ممكن يبقى جنبه او معاه مع حوان تاني عندك في البيت، لان ممكن انت جايبه من بره ده يكون حامل مرض او فيروس لا قدر الله، ممكن يجيب معاه الحوان اللي عندك كله. فانت بتستقبليه برافع مناعة يا جماعة لمدة يومين، هنستقبله برافع مناعة لمدة يومين، وبعد كده بننزل له بمضاد حيوي 3 ايام. المضاد الحيوي ده تحصين لازم وضروري جدا، المضاد الحيوي يا جماعة ضروري جدا في موضوع التربية ده والله، سواء بط او فراخ او سمان او اي حاجة بتشتريها من بره لازم التحصينات دي تديها للحيوان علشان بإذن الله ما يتعبكوش بعد كده. يبقى هننزل له برافع مناعة يومين ومضاد حيوي 3 ايام، وبعدين بينزل له بفيتامين ألف 3D مدة 3 أيام برضو يا جماعة، وبعد كده أملاح معدنية. طبعا الأملاح المعدنية فيه سائلة
وفي منها بسمع ناس بتقول ان في بودر، ولكن انا بنصح بالاملاح المعدنيه السائله طبعا. وكل ده مع علف 23% بروتين يا جماعه، لحد عمر 40 يوم او لحد ما يبيض او لحد ما البيضه بتاعته تبقى قشرتها كويسه، لان طبعا اول ما بيبداوا يبيضوا بيبيضوا بيض قشرتها ضعيفه او كلام من ده، فاحنا بننزل له بعلف 23% بروتين لحد ما ناخد منه بيضه كويسه، وبعد كده بننزل له بقيه ايامه بالعلف 21% بروتين. علشان ناس كتير جدا سالتني على الموضوع ده، طول ما هو لسه ما بطش يا جماعه وما اخدتوش منه بيض ننزل له بعلف 23% لحد ما يبيض، وتاخدوا منه اسبوع بيض، وبعد كده بننزل له بعلف 21% بروتين. خلاص كده. طبعا بعد ده كله اول ما يبدا يبيض عن عمر 35 يوم كده، لان السمان الابيض يا جماعه بيبيض بيبدا يبشر عن عمر 35 يوم، بننزل له باملاح معدنيه اللي هي البودر يا جماعه، على اللي هو الكالسيوم واملاح معدنيه، ده خليط من الاملاح المعدنيه والكالسيوم البودر، بينزل بمعلقه كبيره على العلف، على كل كيلو من العلف معلقه كبيره، معلقه طعام من الكالسيوم. ده طبعا بيحسن من جوده البيضه، وكمان بيديله طاقه وبيحسن من جسمه وبيحافظ على الصحه العامه لطائر السمان. وطبعا ما ننساش يا جماعه المهمه جدا، حاجه مهمه جدا الله يبارك له اللي كان قال لي عليها، الاوموجران يا جماعه. الاوموجران ده من اليوم ال 35 بنبدا ننزل لهم 3 ايام ورا بعض بالاوموجران لحد ما يبدا يبيض، 3 ايام في 3 ايام لحد ما مثلا هنقول ايه اسبوع من البيض وبعد كده بنوقفه. خلاص كده. يبقى من يوم ال 35 يوم لحد ما يبيض وتاخدوا منه اسبوع بيض. الاوموجران يا جماعه ده مهم جدا 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 بصراحه لصحه الطائر ولجوده البيضه، وان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله بيخلي السمان عندكم يبيض باستمرار، يعني البيضه بتاعته اللي هي بتاعت كل يوم ما بيقطعش بيض، وبيحسن من الصحه العامه للسمان وبيحسن من الصحه العامه لبيض السمان. فعلشان كده انا بنصح كل المربيين سواء للسمان او للفراخ او للبط، لو انت عاوز بيضة صحيحة سليمة بجودة عالية، الاوموجران ده يا جماعة لازم تنزلوا بيه. عمر الطائر عندك 35 يوم بتبدأ السمان، يعني تبدأ تنزل بالاوموجران ده للسمان عندك عمر 35 يوم، علشان تاخد منه بيضة كويسة وبصحة ما تكونش فيها يعني نسبة تشوهات، زي مثلا البيضة اللي عندي دي كده مثلا، دي تعتبر بيضة مشوهة زي ما انتوا شايفين القشرة بتاعتها. طبعا هي اول مرة تبيضها بالمنظر ده، لكن هي كانت بقالها اسبوع بتبيض البيضة بصفرين. انا عندي 3 سمانات بيبيضوا كل يوم بيضة بصفرين، دي اول مرة تبيضها مشوهة بالمنظر ده، اللي هي قشرة رقيقة مسودة مش واخدة اللون الطبيعي بتاع قشرة البيضة، او اللون الطبيعي يعني بتاع بيض السمان اللي هو ده يا جماعة. حتى شايفين الفرق بينها وبينهم، فرق كبير جدا يعني. خلاص كده. تعالوا كده بقى ايه نشوف عندنا القطاع بتاعي ده، القطاع يا جماعه اللي بيبيض فيهم ثلاث نت بتبيض بيضه بصفرين يوميا، بقالهم اسبوع دلوقتي من اول ما باضوا بيبيضوا عندي البيضه بصفرين. طبعا هم بيبقوا في الاول كده، انا عندي ساعات سمان كتير والله يا جماعه، ساعات والله وصل بيهم حجم البيضه ان انا افتح الاقي فيها 3 صفرات واربع صفرات، متخيلين حجم البيضه كان يبقى عامل ازاي؟ بتصعب عليا جدا الام اللي بتبيض البيضه بالحجم ده بصراحه، يعني اكيد بتعاني اثناء بيضتها البيضه دي. فدي النهارده بيضهم، انا عندي كام بيضه دلوقتي؟ انا عندي ادا بيضه 2 3 اهو، الثلاث بيضات اللي البيضة فيهم بصفرين، بس دي اكبرهم بيبقى البياض فيها اكتر. سامعين صوت الصفارة اللي اتصفرت دي؟ ده صوت النتي لما بتبيض. تعالوا كده نشوف في حاجة باضت معانا او بتبقى ان هي عايزة تبيض، ده نفس الصوت بالظبط يا جماعة. لما تسمعوا الصوت ده تعرفوا ان هي في سمانة هتبيض او باضت خلاص، يعني البيضة نزلت منها. فانا بشوف معاكم اهو من خلال التليفون، يعني شايفة لانهم بصراحة بيبدوها ورا خالص في الركن ورا خالص، فمانيش شايفة من رجليهم، بس هي لسه ما بضتهاش. طالما هي عملت الصوت ده يبقى خلاص هي هتبضها حالا. خلاص. علشان الناس، انا قلت كتير جدا على الصوت ده قبل كده والناس مش فاهمة الصوت ده بيبقى عبارة عن ايه، صوت الصوصوة اللي بيبقى ورا بعضه ده
ده بيبقى صوت السمانه اللي بتبقى عايزه تبيض او باضت، خلاص باضتها بالفعل يعني. خلاص كده يا جماعه، وانا عندي السمانه اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. فدي نصيحتي لكل مربي سمان يا جماعه، يتبعها باذن الله وهياخد احلى نتيجه باذن الله في البيض، واحلى نتيجه في اللحم باذن الله بدون امراض ان شاء الله رب العالمين. ونصيحه، لما تشتري سمان وعندك حيوان تحجز ده عن ده لمده اسبوع على الاقل، علشان ما يقعدوش بعض. لو عنده، لو انت اللي جايبه من بره ده بيبقى عنده امراض نقلها من اي مكان، فما يجيش يعدي القطيع، اي قطيع تربيه عندك. خلاص كده يا جماعه، وبكده تكون انتهت حلقتنا للنهارده، ويا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش وفاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.